احنا وضحنا للسيد الدكتور يعني الحاج مسعود قضيه مهمه. نعم. اليوم اي جهه تنفرد مثلا اغلبيه، مثلا نقول اغلبيه من السنه من الشيعه من الكرد، راح انت مبرر اذا سمحنا بهذا الامر يمشي بهالطريقه، راح انت مبرر للاغلبيه الشيعيه. طيب. بعد ما حد يقول اغلبيه طائفيه. زين. رحنا اذا رحنا او شكلوا الحكومه تسمى اغلبيه شيعيه. واذا السنه والشيعه العرب السنه والعرب الشيعه شكلوا حكومه اسام اغلبيه، بس راح يسمونها اغلبيه عنصريه قوميه. مو؟ فهذا الطريقه هي خطره على الجميع. نعم قد تحقق مكاسب مثلا الحزب الديمقراطي على مستوى الرميان ياخذ المواقع والسلطه والاستئثار، يستأثر على الاكراد يعني الطيف المكون الكردي. نفس الحاله اذا اعطينا مثلا التقدم مثلا فات بهذه القضيه ودخل بقضيه الاغلبيه الوطنيه، راح يستأثر بالسلطه داخل المكون السني. طيب. ونفس القضيه بالنسبه للمكون الشيعي، وضحنا ايضا لسماحه السيد مختار الصدر انه احنا مو ضد هذه العمليه، ولكن الوضع العراقي لا يسمح بمرور هكذا مشروع وما كان رد السيد مقتدى الصدر على هذا الايضاح؟ يعني هذا هو قلت لك لحد الان معلوماتي باقي مصر، يعني هو انه يذهب بهذا المشروع، لكن نعول على اليمن، احنا نعول على تماسك الاطار التنسيقي واعتقد متماسك، هذا واحد. ثانيا على موقف الاخوه او الاكراد والمكون السني، ونعتقد انه احنا عندنا تفاهم على الاقل بهذا الخصوص،